السلام عليكم. هناك الكثيرون من الأشخاص أصحاب القدرات العالية، ومنهم من يعمل بسرعة كبيرة ما يجعل مشاهدته أمرا ممتعا للغاية، بل أتقنوا وظيفتهم لدرجة القيام بها بسرعة البرق، ومن العجيب جدا أنهم يؤدون ذلك بكل سهولة ومهارة، وبسبب سرعتهم الفائقة قد لا ترى في أي اتجاه تتحرك أيديهم، وهذا ما سنعرضه لكم في مقطع اليوم. لهذا استعد جيدا لمشاهدة أسرع الموظفون في العالم. ولكن إذا كنت من عشاق هذه الفيديوهات لا تنسى الضغط على زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. الوظائف المكتبية. أحيانا ما تكون هذه الوظائف متعبة جدا، لا سيما أنك تضطر لمراجعة مئات الملفات والقيام بمهام كثيرة في وقت ضيق للغاية، ولكن هذا الموظف ابتكر طريقة جديدة كي لا يفوته وقت الغداء مجددا. وفي الواقع نحن لا نعرف عدد الملفات التي يختمها، لكن يبدو أنه يقوم بعمله أسرع من أي آلة أخرى. عد النقود. تعتبر واحدة من المهام الشاقة التي تقوم بها آلات العد في ثوان، لكن يبدو أن هذه المرأة لا تحتاج لأي آلة على الإطلاق، حيث تعد الأموال باستخدام أصابعها بأسلوب فريد لا يصدق وبدقة هائلة، فالأمر في غاية السهولة بالنسبة لها. إعداد السندوتشات. ربما يستحيل على بعضنا إعداد سندوتشات البوريتو في منزله، فما بالك بهذا الفتى الذي يعد سندوتشات الكباب في لمح البصر ودون أي خطأ، حيث يملأ السندوتش ويلفه في بضع ثوان فقط كما لو كان ساحرا. مسح الشبابيك الزجاجية. من أكثر الأشياء إزعاجا عند مسح زجاج الشبابيك هي الخطوط الناتجة عن الممسحة نفسها، وذلك بسبب صعوبة التخلص منها، ولكن هذان العاملان اخترعا طريقة جديدة لمسح الزجاج من كلا الوجهين في وقت واحد، ما يسهل اكتشاف الخطوط ومحوها، حيث يتميز كلاهما بمهارة عالية جدا. إعداد التاكوياكي. يعد التاكوياكي أحد أشهر المأكولات اليابانية الخفيفة، وبسبب شدة الطلب عليه دائما ما يسعى الطباخون لإعداده بأقصى سرعة، كهذا الشيف الذي يقوم بمهمته على أكمل وجه، حيث يقوم بلف محتويات الوجبة وتقليبها بسرعة رهيبة باستخدام عودين طعام فقط. صيانة فورمولا 1. سباقات السيارة الشهيرة والتي يتحتم عليك أن تتمتع بسرعة استثنائية كي تفوز بها، لكن ورغم ذلك فنقاط التوقف والصيانة لها أهمية بالغة، وقد تحدث فارقا كبيرا في مجرى الأمور، ولكن يجب أن توازن بينها وبين سرعة سيارتك كي لا تتعطل، وذلك ما يفعله هذا الفريق، حيث يقومون بصيانة السيارات في نقاط التوقف في أقل من ثانيتين فقط، فهذا أمر لا يصدق. مصارعة السومو. يشتهر مصارع السومو بأجسادهم الضخمة وحركاتهم الغريبة وبصفات كثيرة أخرى، إلا شيئا واحدا وهو السرعة، فربما لا يكون ذلك صحيحا، حيث يظهر هذا المقطع أحد المصارعين أثناء توقيعه للمعجبين فقد تخلى عن الإمضاء بالقلم وقرر استخدام كفيه ما يتيح له توقيع ورقة كل ثانية. قطف الثمار. إذا كنت خائفا من احتمالية سيطرة الروبوتات على العالم، شاهد هذا المقطع أولا، فربما تغير وجهة نظرك في هذا الموضوع للأبد. هذا الصف من المزارعين يقطفون ثمار الأناناس وينقلونها بكفاءة وسلاسة أفضل من أي ماكينة، هم في الواقع مثال ونموذج رائع للعمل الجماعي في أبهى صوره. إعداد الكرواسون. مهمة ليست سهلة بتاتا، ورغم ذلك هناك من يقوم بها بمنتهى اليسر، مثل هذا الحلواني الذي يقطع الكرواسون بسرعة خيالية، حيث يقطع في الدقيقة حوالي 500 قطعة مثلثة بحجم متماثل تماما. المصانع الهندية. لا يوجد عدد كبير من المصانع المميكنة في الهند، والسبب ليس تكلفة الآلات العالية، ولكن لأن العمالة البشرية أسرع بكثير في إنجاز الأعمال تماما كعمال تقطيع الكرنب، وبغض النظر عن السرعة فهم يتميزون بدقة وروح جماعية كبيرة. غسل الأطباق. لا شك أن طهي الطعام أمرا ممتعا وتناوله أكثر متعة، لكن للأسف لا ينطبق ذلك على تنظيف الأطباق وغسلها، ورغم امتلاك البعض لغسالات الأطباق تعاني الغالبية العظمى من غسيل الصحون طيلة حياتهم، لكن انظر لهذا العامل، هو يغسل الأطباق بسرعة جبارة تفوق أي ماكينة في العالم. كسح المياه من الشوارع. إحدى الوظائف الأكثر مللاً، لكن هؤلاء العمال حولوها لنوع جديد من الفن، حيث يكسحونها بمكانسهم كما لو كانت جسداً صلباً وليست مياهاً عائمة. في الحقيقة إذا عملنا جميعاً كفريق واحد مثلهم لكان العالم مكاناً أفضل.
فتح الزجاجات. عادة ما تستخدم الزجاجات في الخدع والحركات المسلية في الحفلات والحانات، لكن حتى الآن لم أشاهد أحدا يفتح الزجاجات بمهارة كهذا الشاب. هو أمر لا يصدق أن يقوم بفتح كل هذه الزجاجات بهذه الدقة وسرعة مهولة، ما يدفعك إلى إعادة الفيديو مرارا وتكرارا كي تستوعب ما يفعله. ترجمة لغة الإشارة. هناك بعض الوظائف التي لا يقوم بها سوى قلة من أصحاب القوى الخارقة، بالضبط كهذه الشابة التي تعمل مترجمة للغة الإشارة والتي نجحت وباقتدار في ترجمة أغاني واحدة من أسرع مغني الراب على الإطلاق، حيث تقوم بذلك وهي تتحرك بشكل يبدو وكأنه نوع جديد من الرقص لتخطف الأنظار بمجرد أن تبدأ، فهي نجحت فيما فشل فيه المختصون أنفسهم. صناعة الحلوى. هناك العديد من المقاطع التي تظهر فيها الحلوى أثناء تصنيعها، منها هذا الفيديو الذي ربما قد لا تجده ممتعا لك، لكن إذا ركزت قليلا ستلاحظ أن العامل يقطع عيدا الحلوى بسرعة مهولة تكاد تكون مستحيلة، أفضل من ماكينة التقطيع بكثير. إعداد الكعك. هناك مقاييس للحكم على جودة الكعك، أهمها أن يكون خفيفا ومنفوشا مما يصعب التعامل معه، لكن هذا الطباخ لا يواجه أي مشكلة في ذلك، حيث يستخدم عودا واحدا فقط لإزالة كرة الكعك بسرعة خاطفة دون إتلاف أي منها. عامل المصنع. على الرغم من أن المصانع الحالية مزودة بأحدث الآلات وأسرعها، إلا أنها لا تتفوق على قدرات البشر كهذا الفتى ذو المهارة والسرعة الفائقة الذي تسمح له بأداء وظيفته مغمض العينين. رصف الطرق. عندما يعتاد الشخص على عمله بسبب استمراره فيه مدة طويلة، يستطيع ابتكار سبلا ووسائلا ينجز من خلالها مهامه في أقل وقت مستطاع. كهؤلاء الفتية فوظيفتهم مرهقة للغاية، مما اضطرهم للتفكير وإعمال عقولهم ليتوصلوا لهذه الفكرة العبقرية لإنهاء أعمالهم في أقل وقت ممكن. الإصلاحات المنزلية. هل جرحت يدك من قبل أثناء قيامك بإحدى الإصلاحات ببيتك كدق المسامير مثلا؟ حسنا، توصل هذا الرجل الضخم لوسيلة جديدة كي لا يدق إبهامه غفلة بدلا من المسمار، وهي أن يستخدم مطرقتين في آن واحد بهذا الشكل ليتمكن من دق مسمار واحد في كل ثانية تقريبا. ماكينات تعبئة الصلصة. هناك آلة مصممة خصيصا لتعبئة الزجاجات تلقائيا، لكن هذه الطريقة الأوتوماتيكية غير شائعة في كل المصانع، وبالفعل يقوم هذا العامل يدويا بوظيفة هذه الماكينات بكل كفاءة، حيث يهز صندوق الكاتشب ليملأ حوالي 70 كوبا في 30 ثانية فقط دون أن يسكب قطرة واحدة. الآن وصلنا لنهاية مقطع اليوم، فضلا وليس أمرا ندعوكم لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. إلى اللقاء.